هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات. من محافظة البحيرة وفيها نزلت درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 24-25. في جنوب سيناء سانت كاترين استقبلت عدد كبير جدا من السياح لزيارة المقدسات الدينية. كمان في الأليوبية الإعلان عن انقطاع مياه الشرب عن المدينة أو مدينة بنها تحديدا لمدة 6 ساعات بسبب أعمال الصيانة. وفي بني سويف تم فحص وعلاج 1160 مواطن في قافلة طبية كان فيها الكشف وتقديم العلاج بالطبع بالمجان. تعالوا نشوف التفاصيل. بالنسبة لأخبار المحافظات، فمحافظة البحيرة قررت النزول بدرجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2024-2025 للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية العامة ليكون 230 درجة، وده في المدارس اللي بيها أماكن شاغرة على مستوى المحافظة لاستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوي واستكمال الأعداد المطلوبة. في جنوب سيناء استقبلت مدينة سان كاترين عدد من السائحين من مختلف الجنسيات لزيارة مقدساتها الدينية والتاريخية التي تتميز دون غيرها من المدن باعتبارها من أهم المدن في السياحة الدينية، واستقبلت 411 سائح من عدة دول هي فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، إسبانيا، النرويج، كندا، اليونان، سنغافورة وماليزيا. ده بالإضافة لعدد من السائحين والزائرين المصريين. في الأليوبية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي انقطاع المياه عن مدينة بنها لمدة 6 ساعات اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الثلاث وحتى الساعة 4 فجر اليوم التالي، وأوضحت الشركة أن الانقطاع نظراً لأعمال الغسيل الدوري لشبكات مياه مدينة بنها. أكدت مديرية الصحة ببني سويف قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية نصر جمعة مركز سمسطة مكونة من 7 عيادات في تخصصات البطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة والعظام. وده ضمن إجراءات وقائية مشددة، وتم الكشف على 1160 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في البحر الأحمر وصلت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة لقرية أم الحويطات بمدينة سفاجة، وبتستمر في تقديم خدماتها الطبية للأهالي لمدة يومين، وبتجري القوافل العلاجية الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الأشعة والفحوصات مجاناً للأهالي. ومن المقرر أن تصل آخر القوافل لمدينة راس غارب يوم الأربعاء المقبل، وستختتم القوافل أعمالها لهذا الشهر. في كفر الشيخ أعلنت هندسة كهرباء بيلا فصل التيار الكهربائي بنطاق مدينة بيلا اليوم الثلاث اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً لمدة 4 ساعات متصلة لأعمال الصيانة الدورية. انطلقت قافلة جامعة العريش الطبية لتقديم خدمتها لأهالي حي السبيل في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة. بتهدف القافلة لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين في حي السبيل، وبتأتي هذه الخطوة في إطار التخفيف عن المواطنين.